أيام مضت على اختفاء الشاب عبد الله الشمري عن داره دون سابق إنذار، ليتم العثور عليه ضمن المقبرة الجماعية أو المجزرة التي حصلت في دائرة الطاقة الذرية الواقعة في منطقة الجسر ديالى. يعني أنا ابني ملقوح من يوم اثنين البارحة، يا الله حظيت عليه، ولو ماكو واحد مقتول بصفه لأن ابني بس عظم، ماكلاته تكرم الحيوانات زين، بس عظم، والساعة مالته عرفنا من عده زين، واللحية يعني نعرفها بيها زين. لو ما هذا اللي بصف المقتول نفس اليوم وطلعت مقبرة يعني جماعية تكيا جم جمالي قدام، وكرك موجود هناك يحفرون ويدفنون زين، يعني حفرة هناك طلعوا هم جثة. يؤكد ذو المغدور أن هذه المنطقة مليئة بالجثث التي ترمى بين الحين والآخر، لكن هناك تكتم على تفاصيل الجرائم التي تحصل. لو يفتشون صحيح هي مقبرة وتطلع بعد ناس تطلع، لأن هذا يعني تكرم هذا اللي طالع حذاء جديدة بعده، يعني قبل كم يوم، قبل بنا يمكن فد أسبوع، هذول ملوا من الدفن، شافوا بعد الدفن ماكو واحد يوصل، فقاموا يشمرون شمر بالحفرة. الأجهزة الأمنية استهترت بالحادثة ولم تلق بالا لبلاغ أهالي الضحية، كما لم تساعدهم في البحث عن جثته. يصير يعني أنا تقول لي ورا يلا عطلة الدولة، ما المحكمة ما تبدأ، هذا المركز ما يشتغل، تروح للمركز يقول لك والله ضابط مدير المركز اليوم كان خفر بالليل نايم، أنا شو مضيع لي؟ ضيع لي يعني دجاجة، شو مضيع؟ ايش رايح لي يعني أنا؟ ليش هذا التهاون؟ ليش هذا يعني الكسران؟ ليش تقللون من هيبة الدولة؟ أنتوا يا مجلس قضاء أعلى، أنتوا يا داخلية، أنتوا يا أجهزة أمنية. مكان حساس كدائرة الطاقة الذرية تتم به هذه الجريمة أمر يضع علامات استفهام على عمل الأجهزة الأمنية وعلاقتها بمرتكب الجريمة. العملية النوعية نعتبرها نوعية باعتبار منظمة أكثر من الضوابط والتعليمات اللي موجودة من أهداف وحماية المشاة اللي موجودة، يعني مصدر الثقة أنه ينفذ في مؤسسة مهمة على مستوى الطاقة والمفاعل النووية، تعرف اليوم هذه المؤسسة مؤسسة حساسة جداً، لكن بصراحة عملية استثمار واستغلال المنصب الوظيفي للمنفذين كان يعني طريق سهل للوصول وتنفيذ الجرائم باعتبار منتسبين ومعرفين من المؤسسة. وطالما أن نظام المحاصصة الطائفية هو القائم، ستبقى الجريمة المنظمة حدثا يوميا يؤرق حياة العراقيين.